عملية الانصارات التي وصفت بأنها واحدة من أكثر الهجمات دموية في الحرب الإسرائيلية على غزة بدأت تتكشف تفاصيلها وتداعياتها. فالقصف الإسرائيلي العشوائي جواً وبراً نجح في تحرير الرهائن، لكنه خلف مجزرة أودت بحياة أكثر من 280 شخصاً وإصابة نحو 800 شخص بحسب آخر حصيلة. لا يزال المئات منهم ينتظرون إجراء عمليات لهم في مستشفى الأقصى الوحيد العامل وسط قطاع غزة، فيما لا تزال جثامين القتلى تتناثر أمام ثلاجات الموتى الممتلئة. عملية الانصارات التي أعلنت إسرائيل عنها دارت حولها الكثير من الشبهات، خاصة وأن وسائل إعلام أمريكية أكدت أن واشنطن ولندن شاركتا في استعادة المحتجزين الإسرائيليين تخطيطاً وتنفيذاً، ورغم نفي أمريكا أن القوة الإسرائيلية دخلت عن طريق الرصيف العائم الأمريكي وبسيارات إغاثية مدنية، فلا زالت أصابع الاتهام موجهة إليها. فقد دعا المرصد الأرمتوسطي للتحقيق في استخدام الرصيف العائم لأغراض عسكرية وشن الهجوم على الانصارات. ولم تثر التسريبات حول دور أمريكا في عملية مخيم الانصارات فقط شكوكا بالإدارة الأمريكية ودورها في دعم إسرائيل، إنما بددت أيضا مصداقية المؤسسة العسكرية الأمريكية وجهود وساطتها لإنهاء الحرب في غزة. وبحسب خبراء فقد قضت مجزرة الانصارات على أي فرص أخرى من شأنها تحرير المحتجزين أحياء نظرا للتحول الكبير الذي سيطرأ على ظروف تأمينهم والتعامل الصارم والحازم مع أي تحرك مشبوه. من رام الله تنضم إلينا نبال فرسخ المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني. أهلا بك سيدة نبال على قناة ومنصة المشهد. نريد أن نتحدث عن الذي حدث للمدنيين في اليوم الذي قامت به إسرائيل في هذه العملية، في هذا الصباح الذي نفذت في هذه الغارات والقصف الكثيف. مساء الخير لك ولكل المشاهدين. يعني يوم أمس كان يوما عصيبا على الغزيين وسط القطاع وطواقم الإسعاف. تفاجأنا بسلسلة من القصف العنيف والاستهدافات العنيفة التي طالت مناطق مختلفة في وسط قطاع غزة في المحافظة الوسطى، ولكنها تركزت على كل من مخيم الانصارات ودير البلح. كانت سلسلة استهدافات عنيفة بالقصف الجوي والقصف المدفعي، وهو ما شكل صعوبة كبيرة لطواقم الإسعاف وفرق الإنقاذ في الاستجابة لهذه الاستهدافات المتزامنة والوصول إلى الجرحى والمصابين. أعداد كبيرة تمكنت طواقمنا من انتشالها، ووفقا لآخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة وصل عدد الشهداء إلى 274، من بينهم 64 طفلا و57 امرأة. هذا الاستهداف للمدنيين جاء عقب، كما نعلم، تم أصلا إخطار المدنيين وإجبارهم على الخروج من رفح. آلاف المواطنين خرجوا من رفح وتوجهوا نحو المحافظة الوسطى على اعتبار أنها ستكون ملاذا آمنا بعد أن أرغمهم الاحتلال على مغادرة رفح، ومنهم من كان نزح لسبع مرات وذهب إلى المحافظة الوسطى كسبيل وحيد، لسيما مع منع الاحتلال المدنيين من العودة إلى بيوتهم في مدينة غزة والشمال. محافظة خان يونس دمار كبير حل بهذه المحافظة، الركام في كل مكان، وبالتالي لا يمكن أن تستوعب المليون نازح الذين اضطروا إلى مغادرة رفح. فالكثير منهم توجهوا إلى المحافظة الوسطى، ولكن تم استهداف الكثير منهم من أيضا النازحين الذين كانوا يتواجدوا في مخيم الانصارات. وبالتالي هذا يؤكد على أنه لا يوجد أي مكان آمن في قطاع غزة، والأوضاع الإنسانية تتدهور في كل ساعة. المشهد لا يمكن وصفه حقيقة، ونحن نتحدث عن عدد كبير من الجرحى والمصابين توافدوا
في ذات الوقت إلى المستشفيات، وتحديدا إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع. نقلنا عدد منهم إلى أحد المستشفيات الميدانية الموجودة في وسط القطاع، ولكن بطبيعة الحال لا قدرة للمستشفيات التي تعمل أصلا بشكل جزئي على التعامل مع كل هذا العدد من الجرحى والمصابين. والآن حتى هؤلاء الجرحى الكثير منهم لم تستطيع إجراء عمليات جراحية، وبالتالي بالتالي منهم من سيصاب بإعاقات دائمة، ولربما بعضهم سيفارق الحياة نتيجة الإصابة الخطيرة وعدم قدرة الطواقم الطبية جراء شح المستلزمات الطبية والأدوية على تقديم العلاج اللازم لهم. لربما أيضا سيدة نبال، بعد يوم من هذه المجزرة تكشفت العديد من الأخبار، وأيضا تم اكتشاف أشخاص ما زالوا تحت الأنقاض، أيضا تم التعرف على بعض الأشخاص، ولكن البعض الكثير منهم لم يتم التعرف عليهم لأنهم كانوا أشلاء بحسب ما يعني كانت ترصد بعض الفيديوهات. ماذا رصدتم أنتم كهلال أحمر يعني في آخر المعلومات حول يعني بعد يوم من الحادثة؟ يعني بحسب إفادة الزملاء هناك الكثير من الإصابات الخطيرة والحرجة بين الإصابات التي تم نقلها، وكانت الطواقم أيضا فرق الإنقاذ لا زالت تعمل اليوم على انتشال ما تبقى من الشهداء العالقين تحت الأنقاض. المشهد الذي رأيناه في الانصراط لربما تكرر أكثر من مرة في القطاع، لا سيما مع المجازر الأخيرة التي ارتكبها الاحتلال في رفح بحرقه خيام للنازحين، وهذا يؤكد على أن الاحتلال يستهدف المدنيين أينما تواجدوا، سواء كانوا نازحين في الخيم أو حتى في مدارس الإيواء أو أيا كان، يقوم باستهدافهم في كل مكان. لا يوجد أي أماكن آمنة تبقت للمدنيين في قطاع غزة، وأعداد الضحايا تتحدث عن نفسها. نحن نتحدث عن أكثر من 37 ألف شهيد منذ بدء العدوان على القطاع، 70% منهم هم من الأطفال والنساء، والوضع على الأرض يزداد تدهورا في ظل أيضا استمرار إغلاق الاحتلال المعابر، وبالتالي منع وصول الإمدادات الطبية إلى المستشفيات. طيب سيدة نبال إذا بتسمحي لي على المقاطعة، يعني في ظل حديث إسرائيل على أنها قتلت نحو 30 شخص يعني من المسلحين الفلسطينيين في هذه العملية، نريد أن تطلعين على نسبة النساء والأطفال الذين قتلوا في هذه المجزرة، وبعد يعني يوم من تكشف خيوط العملية والعثور على الضحايا تحت الأنقاض. يعني 64 طفل هم من بين الشهداء، بالإضافة إلى 57 امرأة، وحوالي 300 جريح من الأطفال والنساء كانوا من بين الجرحى الذين جرحوا جراء هذا الهجوم على وسط القطاع، وهو حقيقة ما يتكرر في كل مرة في كل عملية استهداف للمدنيين العزل، أينما تواجدوا يلاحقهم الموت، إما يفارقوا الحياة أو يصابوا يصبحوا جرحى، والكثير منهم تبقى لديهم إعاقات دائمة مدى الحياة جراء الأوضاع الصحية المتهالكة. وكما ذكرت للأسف معبر رفح البري لا يزال مغلق حتى هذه اللحظة، وبالتالي لا إمكانية لإجلاء أي من الجرحى من أجل تلقي العلاج في الخارج، وفي ذات الوقت لا قدرة جراحية للمستشفيات المتبقية على تقديم الرعاية اللازمة لكل هذا العدد من الجرحى والمصابين. شكرا لك من رام الله نبال فرسخ، المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني.